القصة مانا صغيرة بنوب. ما بتعرف أهل حارتك بيعملوا من الحبة قبة؟ لك يا زلمة بنت بأول عمرها احترقت لسه بتقلي حبة؟ ثلاثين سنة صلك تطلع الطلعة ولساتك بتتعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو كبرنا أبو خالدة؟ كم مرة بدنا نعيد لتفهموا بهالحارة؟ أنا أبو خالد. تفضل ارتاح أبو خالد، تفضل تفضل. يزيد فضلك. وأنا فايت على الحارة، سمعت خبرية مو منيحة عن بيت أبو وليد. رايح أطمن عليهم. يلا خدني معك لكان. يلا تفضل. يلا وأنا بضبضب وبلحق أكل. خليها هي عندك. إيه تكرم. يا رب تفضلوا. شرف شرف أبو خالد. يا الله. أهلا يا أبو خالد. أهلا. أكيد لا وجود لأي طعن بآلة حادة أو أي عظم مصاب بكسور بسبب ضرب ما، يعني حتى نقول إنه البنت انقتلت مشان تخبى الجريمة إجا حدا شغل النار فيها. والله والله اللي هو الله ما حدا قرب عليها، كانت طالعة على المطبخ تجيب كمالة الضيافة لبيت عمها بعد ما طلبوا إيدها لابنهم ووافقت. يلا يلا يا أبو وليد. تفضلوا أبو الياس تفضلوا. لا تأخذونا يا جماعة، يعني شفنا الباب مفتوح والشرطة فسمحوا لنا نفوت، قلنا نلحق جيرانه الأولين. الحمد لله لأنك جيت يا أستاذ، سمعت باللي صار. وكل الله يا وليد، وكل الله. لازم ننقل الجثة لمكان المخصص لنقدر نكشف عليها، على الأقل نتأكد إنه ما في جريمة بالموضوع. أكيد سيدي. الضراب السخن اللي فوق ما بيتحرك من قرنته إلا على القبر. شوف فاروق، أنا مقدر اللي أنتوا فيه، بس لازم تعرف تحفظ أدبك وتزين كلامك قسماً عظماً. خلي الشباب هلا ينزلوا فيك وينسوك حليب أمك، فهمت؟ جرب أنت وارجع لك. لا يا فاروق هيك ما بصير. رجاء سيدي طولوا بالكم قد ما بتقدروا، انتوا بتعرفوا هيك ظرف صعب ومعقد. لا ابو خالد مو صعبه، نحن منحلها. في شي فاروق؟ وناقصنا غير انت يا نصن سيس. روح من خلقتي روح. وانت فاروق حاجتك كمان كرمال الله طالع فوق. اطلع فاروق كرمالي. روح هلا روح. بوس ايدك يا سيادة العميد، لا تفضحنا اكثر من هيك، استر علينا. اللي بدك يا بصير هي الدكتور فحصها فوق. يا جماعة كرمال الله حكولكم شي كلمة، انا راح طاق رح موت. شو عمل؟ تواصلتونا مع سيادة العميد. طول بالك طول بالك. ما تعرف سيادة العميد يعني المجتمعات قصة بالنسبة لهم تصير قضية شرف. دكتور إذا سمحت. دكتور خبرني أنتوا خلصتوا كل إجراءاتكم؟ خلصنا تطبيق الأوامر مشان دفع.
خير ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. ان شاء الله. بقدر افحص مره ثانيه، بس الحقيقه يا سياده المقدم الخبر كان فيه سابقا اكيد. الله لك كان جاب الغلا. يسلم هالتم. شلونه فاروق؟ الحمد لله معلم. ما راح اسالك كيفك لاني بعرف، بس قل لي شو بدك. ندفن ونخلص، والا بتقوم الدنيا فوق راسنا وما بتقعد. صار اللي بدك اياه، اليوم بتدفن. وين وليد؟ لهلا ما بنعرف. عارف بتروح وما بترجع لتلاقيه. وانت خلدون؟ ايه معلم. بتضل هون مع فاروق وشو ما طلبوا اهل البيت بتقول امين. زلمك نحن. كاني سمعتك وانا فايت عم تقول انك فحصت الجثه. ايه فحصتها. بقدر اعرف شو اخرتها؟ شو ديتها؟ الدفن اليوم يعني اليوم. هذا كل شيء. صرت عايته 10 مرات. فيني اعرف لحضرتك؟ حفار القبور اللي بده يدفن البنت اليوم خالو. بس لسه في اجراءات. ما فينا ندفن اليوم. بس اللي عرفناه من الدكتور ما رح نعرف اكثر منه، حتى لو اخذنا الجثه على المشفى. الإجراءات مو بس بالطبابة، في إجراءات أمنية. البنت احترقت لأنه كانت عم تشتغل شغلة ما بتعرف تشتغلها فهبت فيها النار، صح ولا لا أبو وليد؟ بكل الأحوال هذا قدر الله. يا جماعة الصلاة على الميت بعد أذان العصر اليوم بجامع الحارة، والعزا بالساحة. كل شيء جاهز عمي. عود شوي عمي عود. خبروني الشباب إنه سيارة الدفن راح تتأخر ساعتين أو ثلاثة، وهيك بتكون صلاة العصر راحت. بعدين ما بدهم يغسلوها. حطبة محروقة ما بتتغسل. هلأ أنا شو أعمل؟ والله ما بعرف. طيب أنا عندي حل. راح بروح بجيب سيارة ومنحملها فيها على التربة. والصلاة؟ صلوا عليها غيابي. أساسا ما بتستاهل يتصلى عليها. أخي إن شاء الله تنزلها بالششمة، المهم تخلصني منها. روّي واستغفر ربك. استغفرنا؟ هلا بدك تعطيني درس ديانة؟ ما فيني ادفن لتجيب أوراق الدفن النظامية ويحددوا لك مكتب الوفيات وين القبر. ببوس إيدك أبو صافي استرنا، لاقي لها حل ودبارة. بكرة شو بدك ورقة بتحضر لعندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لي رح تدبرها،
بس بدون ما تأذيني. يا ورحمة أمي ما حدا بيلمس منك شعرها. طيب جيبها بعد صلاة العصر بكون أنا جهزت القبر. نمر أبو صافي الله يكونوا بعون العالم على بلواه.